بسم الله. المرة دي عايزين نتكلم على الانهيرتنس برضو، بس في شوية مشاكل بتقابلنا في حتة البرايمري كونستراكتور، فعايزين نشوف حلها ايه. امتى لما يكون البرايمري كونستراكتور بتاعي بياخد بارامترز، يعني بيبعت له قيم، فانا جيت اورث، فعايز عشان اورث فهمنا ان البيرنت كونستراكتور بتاع البيرنت، اقصد الكونستراكتور بتاع البيرنت كلاس، محتاج البارامترز دي عشان تبعت له. فازاي ابعتها؟ لانه مش هيقوم الكلاس في الميموري الا لما بياخد كل الايه البارامترز بتاعه الكونستراكتور بتاعته. فهمنا الفكره؟ خلاص عرفنا ان البريوريتي هتقول ان الكلاس الرئيسي لازم ترن الكونستراكتور بتاعه. طب الكونستراكتور بيرن، لو محتاج مني بارامترز يبقى مش هينفع، لازم تكون بعتت له، صح؟ فعملت هنا مثال، عملت اوبن كلاس اسمه امب، بعت له النيم وبعت له الجوب تايتل، هياخد اسم الموظف والوظيفه بتاعته. وعملت في الانيشاليزيشن عشان بس اوريك الانيشاليزيشن في النتيجه تطبع، برنت لاين النيم فلان از مثلا دكتور از مانجر كده، فلان از كذا، وفانكشنز يعني اعتبرنا ان احنا حطينا فانكشنز. انا عايز اركز على اللي احنا محتاجينه. ده كلاس اللي اسمه امب. عملت كلاس تاني هيورث منه اسمه ريبريزنتيتيف، اللي هو مندوب مبيعات. مندوب المبيعات هعمل له برضه كونستراكتور، برايمري كونستراكتور بياخد النيم وبياخد الجوب تايتل برضه. وارد يبقى عندي كلاس بيورث من كلاس وبياخد نفس الكونستراكتورز، مفيش مشكله. ووارد لا، هنشوف يعني، ما يعني وارد ده وارد ده. على العموم جيت قمت عشان اعمل وارد ده قلت خلاص ده بياخد النيم وبياخد الجوب تايتل وبياخد كوميشن نسبه العموله، لان ده مندوب مبيعات. بس مش كل الموظفين اللي ام بفوق في الكلاسز بقيت بخليهم ياخدوا ايه، ياخدوا كوميشن. وجيت بقى قمت عامل الكولون بتاعت الانهيرتنس، قمت عامل امب، بس المره دي فتحت الايه، فتحت الاقواس بتاعت الكونستراكتور بتاع الامب. هو كان محتاج مني النيم والجوب تايتل، وبناء عليه بعت له الار نيم عشان تعرف ان ده البارامتر بتاع الريبريزنتيتيف، وبعت له الار ايه، الار جوب تايتل عشان تعرف ان ده النيم بتاع البارامتر بتاع الريبريزنتيتيف. انا غرضي اوضح لك بس انك تبقى فاهم، لكن لو انت سميت المسميات زي بعض وده الافضل اثناء ما بنكتب الكود عشان ما نقعدش ندور على مسميات، لكن انا لمجرد انك تبقى فاهم ان النيم ده مش نيم التاني، ده نيم بتاع الريبريزنتيتيف بس عشان اوضح لك. جوه الريبريزنتيتيف عملت برضو انيشاليزيشن للكونستراكتور، وهطبع فيه بس ان الار نيم از ريبريزنتيتيف ويز ليفل مثلا ودرجته مثلا، واقوم حاطط الجوب تايتل بتاعته. يعني عشان افرق لك ما بين الكونستراكتور اللي بيرن بتاع الامب وما بين الكونستراكتور اللي بيرن بتاع الريبريزنتيتيف. حلو جدا. وشويه فانكشنز مالناش دعوه بيهم دلوقتي. تعالى بقى على المين فانكشن بتاعتنا اللي هترن، وتبدا نفرق ما بين الشغل اللي هيتم جوه الامب كلاس اللي هو البيرنت، وبين الدريفت كلاس اللي هو الريبريزنتيتيف اللي احنا خليناه ينهرت فروم المين فروم الامب. عملت var re ودوت ريبريزنتيتيف اوبجكت من ريبريزنتيتيف كلاس، قال لي ابعت لي بعد اذنك النيم، قلت له النيم علي، كوما الجوب تايتل قلت له مثلا مانجر، فكده المفترض يرد على علي از مانجر، صح؟ ككونستراكتور خاص بالريبريزنتيتيف. طب لا، ككونستراكتور خاص بالامب. لكن لو انا هبعت له بقى عشان انا عرفت الريبريزنتيتيف، عرفت له الكوميشن مثلا 10% وحطيت اف عشان تبقى فلوت، في الحاله دي تعالى نرجع هلاقي علي از مانجر كده، ده فاير الكونستراكتور الاول. وبعدين قال لي ايه، قال لي ان الرساله بقى بتاعت الكونستراكتور الثاني، قال لي ان علي ماله، علي از ريبريزنتيتيف ويز ليفل مانجر، بمستوى مدير. خلاص يبقى علي از مانجر ده الكونستراكتور الاول، علي از ريبريزنتيتيف ويز ليفل مانجر ده الايه، الكونستراكتور بتاع الكلاس الثاني.